وصل حال تنظيم القاعدة في اليمن لدرجة رفض بعض القيادات تنفيذ أي مهام ميدانية إلا بعد الحصول على مبالغ مالية مقدمة. فترة الرخاء المالية القصيرة التي عاشها التنظيم في المكلا عام 2015 أدت إلى تفشي الفساد بداخله، واعتادت القيادات على الامتيازات المالية. الخلافات وصلت إلى أعلى مستوى في التنظيم، خصوصا بعد خسارة للمعاقل الرئيسية في اليمن. الثقة، وهي أهم عامل لبناء أي تنظيم سري، ضاعت وسط حملات الإعدامات والتخويل والإقصاء. كل هذا المشاكل لها جذر واحد، هو معضلة الجهاد المعاصر. هل نقاتل العدو البعيد أم العدو القريب؟ قد يبدو سؤال بسيط، لكن الإجابة عليه ستحدد هوية التنظيم. هو سؤال يرافق الحركات الجهادية منذ تأسيسه، لكنه أهم وأكثر تعقيداً اليوم بالنسبة لقاعدة اليمن، لأن التنظيم وسط حرب جمعت العدو البعيد والقريب. في هذا الفيديو نقدم السيناريوهات المتوقعة لمستقبل تنظيم القاعدة في اليمن. أمير المكلا أبو عمر النهدي هو أرفع قيادي أعلن تمرده على القيادة بسبب معضلة العدو القريب أو البعيد. يقول الباحث أحمد سلطان المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب إن النهدي كان مختلف مع الزعيم السابق قاسم الريمي حول أولوية القتال على الجبهات وآلية دعم القبائل في مواجهة جماعة الحوثي. وقتها اتهم النهدي قيادة التنظيم أنها متخاذلة في مواجهة الحوثي وتعمل استراتيجية مثيرة للجدل. الوسيط بين النهدي والقائد السابق الريمي في هذا المشكلة كان الزعيم الحالي خالد باطرفي. وبعد فشل الوساطة حاول النهدي التواصل مع قائد التنظيم الدولي أيمن الظواهري، لكنه لم يتلقى أي رد، فلجأ إلى إعلان تظلمه في الإعلام من خلال بيان طويل شرح فيه الخلاف بينه وبين الريمي. فردت قيادة التنظيم في اليمن ببيان مضاد تحت عنوان ولا تكن للخائنين خصيمة، اتهمت فيها النهدي وجماعته بخيانة التنظيم. وتعقدت الأمور أكثر حتى انشق أمير المكلا أبو عمر النهدي أيام الزعيم الجديد خالد باطرفي فيما عرف بالاعتزال الكبير. وبحسب المعلومات المتاحة لا يشارك النهدي في أي عمليات قتالية في الوقت الراهن. هذه الأزمة بدأت وانتهت أيام الزعيم الدولي السابق أيمن الظواهري. أصبح الأمر أكثر تعقيداً بعد مقتله في يوليو 2022، لأنه لم يتبقى أحد من المرشحين لقيادته سوى القيادي سيف العدل المقيم في إيران والمنادي بالانضمام إلى محور المقاومة الإيراني. مشكلة النهدي مع القيادة لم تكن شخصية، إنما موقف سياسي أسبابه ما زالت قائمة وتتفاقم. ليس من الغريب أن تتخذ قيادات أخرى نفس الموقف إذا حصلت على المبررات المناسبة. في العام 2021 حشد الحوثي قواته إلى محافظة شبوة في حملة عسكرية نجح من خلالها على السيطرة على بعض المديريات. حينها فضل باطرفي قائد التنظيم عدم الانخراط في أي معارك ضد الحوثي. هذا أضر بمصداقية التنظيم بين قواعده في المحافظة، وأشعل فتيل أزمة بين باطرفي وقائد التنظيم في محافظة شبوة سعد بن عاطف العولقي، وهو من أكبر وأبرز قيادات القاعدة في اليمن. كان أحد المرشحين لخلافة قاسم الريمي والمرشح الأبرز بعد باطرفي. علاقاته قوية مع قبائل الشمال والجنوب بعكس باطرفي الذي تتركز علاقاته في الجنوب فقط، لكنه تفوق بحضورها الإعلامي وشهرته في الخارج. بعد اغتيال القيادي الكبير أبو عمير الحضرمي في يناير 2022، قياديين من المقربين لسعد عاطف العولقي اتهموا قياديين آخرين من أنصار باطرفي أنهم زرعوا شريحة تتبع للحضرمي، واستدلوا على اتهامهم أن أنصار باطرفي آخر من قابلهم الحضرمي قبل اغتياله. فلجأ باطرفي إلى إبراهيم القوصي مساعد أمير التنظيم ليلعب دور الوساطة، وهذا أظهر مدى توتر العلاقة بين باطرفي والعولقي الذي يرى أنصاره أنه أولى بالزعامة من باطرفي. مصدر في القاعدة صرح الأخبار الآن، برغم أن التنظيم بدأ في إجراءات التقشف في عهد قاسم الريمي، إلا أن هذه الإجراءات بعد قيادة باطرفي اتخذت شكلا ممنهجا أكثر حدة ضد مجاهدي بعض المناطق مثل محافظة شبوة، وهذا أجبر البعض على مغادرة التنظيم للبحث عن مصادر دخل أخرى لأسرهم. ويمكن لأي متابع أن يرى مدى تهميش فرع التنظيم في شبوة من خلال تراجع عمليات العسكرية. الباحث أحمد سلطان يقول رغم الحديث عن غضب القيادات اليمنية من بينها العولقي، لكن لا يبدو أنه يريد الانشقاق بالكامل مثل ما فعل النهدي. المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العولقي ما زال يعمل داخل إطار التنظيم، وفي حال قرر الانسحاب سيكون ذلك أحد أكبر الانشقاقات في تاريخ تنظيم القاعدة اليمني، وأكيد ستتبعه سلسلة من الانشقاقات. عندما كان الظواهري هو قائد التنظيم الدولي كان يمكن للعولقي المراوغة في معضلة العدو القريب أو البعيد، لكن بعد اغتياله منتصف العام الماضي وتوجه الأنظار إلى سيف العدل لم يعد هناك متسع للمراوغة. سيف بنفسه طلب من المجاهدين أن يعملوا كجواسيس خلف صفوف العدو لمصلحة إيران.
مصطفى حامد الملقب بمؤرخ القاعدة يقول أنه دخل إيران لأول مرة مضطرا في العام 2001، تم اعتقاله وإطلاق سراحه لأكثر من مرة. وبعد قصة طويلة ومبهمة قرر مصطفى العيش في طهران وأطلق منها موقعها الإلكتروني مافا السياسي الذي يروج من خلاله لتوحيد المجاهدين السنة والشيعة. في وقت سابق زوج مصطفى بنته للقيادي الكبير سيف العدل الذي دخل معه إلى إيران في نفس الوقت، والمرشح الوحيد لقيادة التنظيم الدولي. في مقالة نشرها على موقعه مافا السياسي بتاريخ 6 مايو 2022، ناقش مصطفى مسألة تعاون ميليشيا الحوثي مع قاعدة اليمن وحركة الشباب الصومالية لتحرير الجزيرة العربية وفتح الطريق أمام المجاهدين إلى فلسطين، واعتبرها فرصة ذهبية يجب على المجاهدين استغلالها. في فبراير 2021 تحت عنوان 33 استراتيجي للحرب، نشر سيف العدل هو الآخر سلسلة مقالات على موقع مافا السياسي باسم مستعار وعابر سبيل. ناقش في أحد المقالات مفهوم الطابور الخامس، وطالب الجهاديين أن يكونوا على دراية بهذا المفهوم الذي يعني العمل مع العدو ظاهريا. يقول سيف: تعلم كيف تخرج أعدائك من مخابئهم، أعلن الحرب عليهم سرا، لا تكن ساذجا، ليس كل ما هو ظاهر حقيقي. هذا الاهتمام من جانب سيف العدل بمفهوم الطابور الخامس جدير بالملاحظة، لأنه علامة مميزة لاستراتيجية العسكرية، بمعنى حشد الحلفاء المختبئين لضرب العدو من الخلف. وهذه هي بالضبط الطريقة التي وجه بها فرع التنظيم في شبه الجزيرة العربية ليصبح حليفا للحوثيين. فكيف يمكن للعولجي أن يراوغ مع هذا التوجه الواضح للمهادنة وربما الانضمام للحوثيين ومحور إيران عموما؟ لا يستطيع العولجي ولا أي قيادي أن يراوغ. يبدو أن طريقة النهدي هي الطريقة الصحيحة. مؤخرا يرتفع عدد القيادات المطالبة بتحديد العلاقة مع إيران، مثل سند الوحيشي شقيق الزعيم السابق ناصر الوحيشي، وهو من أهم القادة الإداريين والشرعيين داخل التنظيم، لكنه أصبح أبرز المنعزلين عنه. بدأ خلاف سند مع مركزية قاسم الريمي الذي خلف شقيقه في قيادة التنظيم، وتصاعدت الخلافات حتى التزم بيته، ولم تنجح أي وساطة في إعادته إلى التنظيم، بما فيها وساطة العولجي نفسه. وبحسب مصادر مطلعة فقد اتخذ سند الوحيشي قرار الانشقاق نهائيا بعد حادثة الإعدام المثيرة للجدل التي راح ضحيتها الدكتور مظهر اليوسفي في محافظة البيضاء. وأصدر الوحيشي بيان تحت عنوان لماذا تركت القاعدة، تضمن بعض الانتهاكات التي يمارسها التنظيم، واعتزل مع سند مجموعة من أصحابه. أزمة تنظيم القاعدة في اليمن تجاوزت كونها مشكلة محلية وفجرت حوار إقليمي عن مصير هذا التنظيم الدولي المنهار. في أغسطس الماضي نشر القيادي البارز في هيئة تحرير الشام أبو ماريا القحطاني رسالة مثيرة للجدل على قناته في تليجرام، قال أن الوقت قد حان لأن تغلق كل فروع القاعدة بعد مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري في منتصف العام 2022 وتعقيدات إيجاد خليفة له بسبب تواجد المرشح الرئيسي سيف العدل في إيران. وحث القحطاني القاعديين على التفكير في نموذج بديل يتبنى التعاون مع دول المنطقة لمواجهة المشروع الإيراني، وخص فرع التنظيم في اليمن بنصيحته، ودعاه للتركيز على مواجهة الحوثي وقطع العلاقات مع الكيانات الأجنبية وتقديم خطاب جديد للعالم والشعب اليمني. أبو محمود نجل أبي قتادة الفلسطيني من أبرز منظري التيار الجهادي تفاعل مع رسالة أبو ماريا وأبدى تأييد للنصيحة قائلا: القاعدة ليست إسلاما، وبالتالي فإن الانفصال عنها سواء تنظيميا أو أيديولوجيا ليس كفرا أو انحرافا. من يفكر في الواقع ويسعى حقا لدعم المسلمين سيجد أن الانفصال عن اسم القاعدة وقطع العلاقات معها واجب ملزم. يوما بعد يوم تتضح الصورة جلية بأن تنظيم القاعدة بات من الصعب استمراره، ويعد الوقت الحالي على وجه التحديد أنسب فترة لاتخاذ قرار حل القاعدة واستقلال فروعها. فالظواهري مات وماتت بيعته معه، ولم تعد في أعناق القاعديين بيعة بالطاعة له ولا لخليفته الذي لم يظهر بعد. سواء قرر المنتسبون إلى القاعدة الاستجابة إلى أبو ماريا أو لا، فإنهم تحرروا بالفعل من الالتزامات المرتبطة بالبيعة. يرى الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث في شؤون الجماعات الجهادية أن تنظيم القاعدة في طريقه إلى التفكك إلى جماعات مجزأة ذات صبغة محلية على غرار هيئة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة، التي استقلت عن تنظيم القاعدة
القاعدة وتبنت مشروعها الخاص بعيدا عن استراتيجية القيادة المركزية للقاعدة. ويضيف أن فروع التنظيم تعيش اليوم بالفعل حالة شبه مستقلة عن التنظيم المركزي رغم انتمائها له شكليا، وتتصرف دون الرجوع إليه في أي صغيرة أو كبيرة مع بقاء الولاء الشكلي فقط، وهي الحالة التي تعد مقدمة لاستقلال كل هذه الفروع. إعلان نهاية التنظيم المركزي مسألة وقت لا أكثر، حينها قد يطال الانهيار فروع التنظيم التي لم تتدارك نفسها وتكفز من السفينة قبل الغرق. هذا كان كل شيء، شكرا على المشاهدة، خاطركم.